السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هعمل معاكم عيش الفلافل او عيش الطعمية بحاجة بسيطة جدا وموجودة عندنا. هنجيب اول حاجة كوبايتين من عجينة الفلافل، اي فلافل او اي طعمية انتوا تحبوا تعملوها في البيت او من بره، هنجيب منها كوبايتين وكوباية شوفان زي ما انتوا شايفين كده صحيحة او ممكن مجروشة. هنحط نص الكوباية مع عجينة الفلافل ومعلقة زيت زيتون، وكمان هنحط معاهم معلقتين مية. بعد كده هنبتدي بقى نعجن العجينة دي كلها مع بعض، وبعد ما نعجنها وتبقى متماسكة كده شوية هنبتدي نزود بقية الشوفان ديت اللي عندنا حبة بحبة. انا استخدمت شوفان كامل لان هو كده كده هيبتدي يمتص السوائل اللي في الفلافل او في الطعمية، العجينة بتاعت الطعمية او الفلافل دي، وكمان كده كده مش هبقى محتاجة استخدم دقيق. هبتدي اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده في الصورة لغاية ما تبقى باينة بالشكل ده. هجيب بقى صينية، اي صينية سيليكون او ما عندكمش سيليكون ممكن اي صينية، ونحط فيها ورق زبدة، وهبتدي افرد العجينة في الصينية كلها بحيث تبقى الرفع مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش وفي نفس الوقت ما تبقاش معجنة. انا كمان هرش شوية شوفان كده على الوش عشان يبقى شكله حلو وكمان يبقى جميل، يعني بعد ما سويتها بالشكل زي ما انتوا شايفين كده هرش شوية شوفان. بعد كده هحطها في الفرن، هكون مسخنه الفرن قبل ما افردها على درجه حراره 400، وهدخلها حوالي من تلت ساعه ل 25 دقيقه. دي صينيه تانية كده كنت عامله فيها قبل كده حاجات كيكس او زي الشيز كيك، شكلها مستطيله برضو جبتها عملت فيها زي بالشكل ده. ده كده هتبقى طالعه زي حتت صغيره، مش هتبقى محتاجه ان انا اقصها زي التانية الكبيره، الصينيه الكبيره ما انا قصتها، وبالتالي ديت الشكل بعد ما طلعت من الفرن بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه بقت جاهزه للاكل زي ما انتم شايفين كده. ده الرفع بتاعها المناسب، العيش حوالي يعني الواحدة من 20 ل 50 كالوري، ومفهوش اي حاجة غير عبارة عن شوفان. وادي بص ده كده اخده درجة ذهبي شوية ومش مقرمش قوي، لو حد عايز يقرمش ممكن يدخله برضو تحت التوستر شوية، هيبقى زي العيش الناشف اللي احنا بنجيبه جاهز اللي هو بيبقى كامل الحبة والحاجات دي. حط عليه جبنة، ممكن اي نوع انواع جبنة، ويبقى حلو جدا في الفطار او العشاء، او ممكن لو حد بيحب سناك برضو ياكله مع كوباية شاي بيبقى هيبقى جميل جدا جدا جدا. يا رب الفيديو كان مفيد ليكم كلكم، يسهل وتجربوه وقولوا لي ايه عملته ايه وايه اخبار الوصفة معاك. وكمان لو حد حب يجربها مع دقيق الشوفان يقول لي عمل ايه، ويا رب اشوفكم الفيديو اللي جاي كلكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.